السلام عليكم ورحمة الله. اليوم تركيا صارت واحدة من الوجهات المميزة للسياحة العلاجية، فلما نحكي عن السياحة العلاجية أكيد من ضمنها تدخل علاجات الأسنان، طب الأسنان، وتحديدا نحن هون عم نحكي عن زراعة الأسنان، هوليوود سمايل وغيرها من العلاجات يلي الناس بتجي خصوصي على تركيا وعلى إسطنبول تحديدا لحتى تتعالج، طبعا بسبب أنه اليوم مدينة كإسطنبول فيها الكثير والكثير من الخبرات والكوادر الطبية من أطباء الأسنان إن كانوا أتراك وحتى أيضا العرب مثل ما بتعرفوا كمان متواجدين هون في إسطنبول وفي كوادر طبية مميزة. أيضا الجودة والأسعار المنافسة مقارنة بدول كأوروبا وأمريكا وكندا، يعني أنت اليوم لما بتجي مثلا إذا أنت عايش بأحد الدول الأوروبية أو أمريكا أو كندا أو أستراليا هتدفع أضعاف مضاعفة، فأنت ممكن تجي وتحجز التذكرة وتدفع التذكرة والفندق وتعمل سياحة بتركيا وبإسطنبول وتعمل أسنانك وكله على بعضه هيكلفك أقل بكتير من اللي هتدفعه بدول مثل ما قلنا كأوروبا وأمريكا وكندا. لكن طبعا أنت إذا بدك تجي على تركيا وتجي على إسطنبول أنت ما هتجي بس لأنه أوفر وحتعمل سياحة، أكيد لابد من أنه تعرف لوين رايح. يعني مدينة كإسطنبول فيها الكثير والكثير من العيادات والمراكز الطبية، عند مين تروح؟ طبعا افضل شيء انك انت تروح عند حدا ثقه، انه حدا مثلا مجرب يخبرك. انا عايش هون بتركيا وباسطنبول تحديدا من سنوات، وفي طبيب مفضل عندي الدكتور رشاد الغباري من زمان وبيجي لعنده، يعني من سنوات وانا بيجي لعنده، وصار الصراحه يعني طبيب وصديق بنفس الوقت وصديق العائله. وحتى في كتير ناس بتجي سواء من اماكن بعيده باسطنبول رغم انه اسطنبول فيها الكثير من المراكز الطبيه وعيادات الاسنان، وايضا بيجوا بيتقصدوه من دول من خارج تركيا. وحتى والدتي اجت من خارج تركيا وعملت زراعه اسنان عند الدكتور رشاد والحمد لله النتيجه كانت مرضيه. فاليوم من خلال تجربتي الشخصيه حابب اني اعرفكم على الدكتور رشاد ونحكي اكثر عن زراعه الاسنان، طبعا مش بس زراعه الاسنان، يعني حتى اذا بتكون تعملوا هوليوود سمايل وغيرها من العلاجات اللي بتلزمكم سواء كنتوا بتركيا باسطنبول او خارج تركيا، فحنحكي بالتفصيل مع الدكتور رشاد، فخلوكم معنا. دكتور رشاد، أول شيء أنا مبسوط إنه رجعت استضفتك عندي بالقناة لحتى نحكي اليوم تحديدا عن زراعة الأسنان اللي هو يعني المجال الأبرز اللي المرضى بيجوا عشانه، فإذا ممكن تعطينا فكرة أكثر عن زراعة الأسنان وكيف بتتم والمراحل وهيك. أهلا وسهلا أستاذ صلاح، شرفتنا. تسلم دكتور، شرف لي. الله يسلمك. زراعة الأسنان هو أفضل علاج لتعويض الأسنان المفقودة، بيتم بإجراء بسيط، نحن بنعمل حفر بالعظم بعد ما ناخذ قياساته طبعا، وبنحط بديل الجزر اللي هي الزرعه طبعا الانواع، ممكن من التيتانيوم، في بعض الانواع الجديده الطالعه من الزيركون بتكون طبعا معقمه ومغلفه بحيث تناسب العمل الجراحي. بعد الزرع ننتظر فتره 6 أشهر، هي الفتره الاكاديميه الموصى فيها لحتى يحصل اندماج عظمي بين العظم والزرعه مثل ما عملنا مع والدتك، والحمد لله كانت نتيجة وقتها رائعة. المرحلة الثانية طبعا هون بدنا شوي وقت أكتر، يعني أنت في البداية لما بنعمل زرعة إجراء الزرع بياخد ممكن 5 دقائق أو 6 دقائق، أما في المرحلة الثانية نحن في البداية راح نفتح بعد 6 أشهر، بنحط شيء اسمه قبعات شفاء أو مشكلات، لسه ننتظر فترة تقريبا شيء أسبوع 10 أيام لحتى لسه تاخد شكل هالقطع اللي حطيناها، وبعدين ناخذ طبعات بنرسلها للمختبر، المختبر بيكمل العمل، بعد تقريبا اسبوع من الطبعه بتنتهي الاسنان وبتتركب. جميل. طيب دكتور، هل في حالات معينه ممكن ما ينعمل لهم زراعه اسنان، يعني ما يكون صالح للزراعه؟ هلا بشكل عام اي شخص بينجرح لنفرض مثلا وبيشفى جرحه هذا ممكن نزرع له بشكل عام. هلا بعض المرضى مثل مثلا مريض عنده هشاشة عظام، مريض سكري سكره غير مضبوط، مثلا في أمراض خاصة، مثلا مريض لا سمح الله عنده ورم وتعرض لعلاج شعاعي في الفكين في هالمنطقة في الوجه والعنق، فهذا مثلا ما حيشفى جرحه، وإذا عملنا أي شيء بالعظم بصير فيه تموت، ففي يعني في حالات معينة ما بنقدر نزرع لها، بس بشكل عام معظم الناس بنقدر نزرع لهم. طبعا هالحالات غير تبين يعني طبعا بالبدايه، ممكن المريض يكون يعني حتى مريض السكري اذا كان منتظم فهو مثله مثل اي شخص تاني عادي، يعني فيك تزرع له طالما هو ضابط سكره،
طالما السكر مضبوط فهو جرحه رح يشفى وما حيكون في اي مشكلة معه. براجعنا احيانا مرضى بلي دكتور انه انا راجع الدكاترة وقالوا لي انه عندك عظم قليل خاصة مثلا مناطق فك العلوي في مناطق الجيب احيانا بيكون فيزيولوجيا الجيب نازل لتحت وسماكة العظم في المناطق الخلفية بتكون قليلة. احيانا فك السفلي هذا الشيء موجود في بعض الاماكن بيكون العظم ضيق او رقيق يعني نحكي ما نحكي كارتفاع كسماكة عظم. فهي حالات بقى هون بدها تداخل ونعمل تطعيم عظمي حتى نقدر نزرع. طبعا الحالة بتختلف من شخص لآخر أو حسب درجة التطعيم. في حالات سهلة بتكون نوعا ما في حالات تكون صعبة شوي. طيب فيك تعطينا مثال حالة جتكم وسويتها بموضوع التطعيم؟ بالنسبة لمريض زرع وبحاجة تطعيم هون رح نحتاج وقت أكتر، رح نحتاج مواد أكتر، والتقنية طبعا قلنا في كل مكان له تقنيته للتطعيم. هلأ المريض الزرع العادي نحن بنزرع وبعد مثلا 5 أشهر أو 6 أشهر عم نركب. لما بنحتاج تطعيم العملية رح تاخد وقت أطول، لأن المواد اللي بنحطها الطعوم العظمية اللي بنحطها في أغشية مستعملة في يعني التقنية اللي عم نعملها رح تخلي الموضوع ياخد وقت بين سنة أحيانا أكتر، بس بالنهاية النتيجة بتكون ناجحة إن شاء الله. هلأ من الحالات اللي كان فيها زرع وتطعيم المريض ما كان عنده عظم بالفك العلوي، عملنا له شيء اسمه رفع جيب، يعني رفعنا قاعدة الجيب وحطينا طعم عظمي، بس أنا عملتها بطريقة مختلفة شوي، عملت رفع جيب أو تطعيم عظمي موضع بس عند الزرعات. هيك نحن جنبنا المريض إجراء جراحي كبير، عملنا جرح على قد الزرعة والمريض طبعا طلع من العملية وكأن شيئا لم يكن، يعني كأني ما عامل زرعات. معظم المرضى اللي براجعوني الحمد لله ما بصير عندهم تورم إلا فيما ندر، وبتكون الآلام في يعني في حدود الدنيا. لهالحالة كمان علي هوليوود سبايدر مش بس طبعا زرع. ايه بشكل عام لما بعمل زرع بحاول تكون الزرعة بأصغر جرح ممكن، كل ما كان جرح أصغر كل ما كان شفاء أسرع وأيضا الآلام في حدود الدنيا. طيب دكتور، احنا إضافة للزراعة طبعا زراعة الأسنان هي شغلة ضرورية للناس اللي فقدوا سنهم، لكن الهوليوود سمايل في حالات فعلا واحد بحاجة لهوليوود سمايل، وفي حالات يعني حتى أنا شخصيا ما بفضل، يعني إذا واحد أسنانه شكلها حلو ما بعرف دكتور يعني شو رأيك؟ أكيد الأسنان سليمة حرام طبعا، يعني ما في شيء بعود السن نفسه او اي طبقه منه حرام شرعا، هيدي الى فتوى هاي ما بفتي فيها، بس انه يعني في ناس استطباب طبعا، يعني بتلاقي عندهم ممكن سوء تصنع بالمينا، يعني تلاقي ناس اسنانها عملت لها مشكله حتى كشكل او فيها نخور كتير، نخور معممه على سطوح الاسنان. في ناس اسنانهم المينا تبع الاسنان فيها نقص، فيها مشكله، فهدول اكيد بدهم يعني نحكي بدهم تتويج او ممكن تكون وهيدي كمان هولي اكيد سمايل، يعني مثل الحالات اللي انتم سويتوها يعني اضافه للزرع طبعًا كذلك طبعًا طبعا. هلا ما دائما الهوليوود سمايل هي الحل، يعني اذا واحد اسنانه سليمه وشوي عنده ازدحام او سوء ارتصاف مثلا ممكن يسوي تقويم، ممكن يعمل تبييض وياخذ نتيجه حلوه، نتيجه بتكون حلوه. هلا اهم نقطه بالهوليوود سمايل او التركيبات انه تكون علاقتها مع اللثه سليمه مشان ما تعمل مشاكل مع المريض او مع لثه المريض. يعني هذا المريض انا لما سويت له اسنانه ماشي قلت له اضحك بدي اخذ له صوره لاسنانه، قال لي انا من زمان او ما بعرف اضحك ماشي، يعني ما كان بقدر يضحك حتى اخذ له صوره لاسنانه. طبعا بهيك حالات اكيد يعني طبعا يعني هو كان بصراحه موقف، يعني هو انا فرحان له بنفس الوقت عم ببكي يعني لشوي، بس الحمد لله بعدين صار ايه شوف يعني، وهي يعني اسنان بورسلان، يعني ما عملنا مثلا اسنان زيركون او شيء، والنتيجه طبعا كان فرق مع الصوره بتحكي اكثر ما انا احكي يعني. تخيل انه واحد يقول لك انا ما بعرف اضحك، يعني صعب عن جد. دكتور رشاد شكرا كثير على المعلومات الجميلة يعني اليوم اللي أفدتنا فيها. أهلا وسهلا. أهلا فيك، وطبعا هون عيادة الدكتور رشاد بإسطنبول بالفاتح، فإذا حابين أنكم تسووا زراعة أسنان أو هوليوود سمايل، إذا أنتم كنتوا فعلا بحاجة لهوليوود سمايل مثل ما تفضل الدكتور،
والعلاجات الأخرى كمان اللي لها علاقة بطب الأسنان، فبإمكانكم تتواصلوا مع عيادة الدكتور رشاد عبر رقم الواتساب الظاهر على الشاشة واللي كمان بتلاقوه بصندوق الوصف والتعليق المثبت. اضغطوا على الرابط بصندوق الوصف والتعليق المثبت لحتى تتواصلوا مع عيادة الدكتور رشاد، وإذا عندكم أي استفسارات. طبعا الناس اللي جايين من برا مثل ما قلنا يعني بحاجة أنهم يجوا مرتين زيارتين مثل ما حكي الدكتور، ولكن التذكرة والمرتين والفندق وال يعني تكلفة كلها هتكون أوفر من أنه يعملوها طبعا بأوروبا وأمريكا كندا، لأنه معروفة أنه الأسعار كثير مرتفعة. فأي شيء بتحتاجه مثل ما قلنا بموضوع الزراعة هوليوود سمايل وغيرها من العلاجات، فالرابط موجود وهيدا كل شيء، وإن شاء الله يكون في إلنا كمان لقاءات تانية بإذن الله دكتور، هنحكي يمكن بالتفصيل أكثر عن هوليوود سمايل إن شاء الله بحلقات تانية. فهيدا كل شيء، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.